السلام عليكم. اهلا ورحمه الله. اهلا. مرحبا بك. اهلا. لاباس؟ لاباس. كنت على الطريقه السلفيه الوهابيه. بين 15 سنة إلى 18 19 سنة المرحلة الثانوية. وش اللي خلاك تنتمي على الأقل فكريا لهاد الطائفة بين قوسين؟ هي الموجودة في المسجد الذي تربيت فيه. كان مسجد سلفي. سلفي طبعا. والإنسان لما يكون صغير ما يكون يفكر مليح. هي مرحلة التقليد. مرحلة التقليد مراحل ثلاث، مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة يسموها، اسمها مرحلة التقليد الشخصيات عند علماء النفس. بعدين بعد 20 سنة هي مرحلة الانفتاح الفكري، يعني الإنسان يكون هو مستقل بفكره وآرائه. وش الفرق بين منظورك للجنة في المرحلة اللي كنت عايشها كسلفي ومنظورك الآن تاع الجنة؟ تمام. لما تكون أنت في الفكر السلفي منظورك للجنة منظور امتلاكي، بما أنك سلفي أنت تمتلك الجنة خلاص، أنت على الحق المطلق دغمائية. أما الآن تغير المنظور للجنة، منظور الجنة منظور تنافسي.